دلوقتي احنا دلوقتي جوه القلعة اللي انا بنيتها في ماينكرافت، هي كده منظرها من بره. كلها مبنية بالباد روك عشان ما تتفجرش. ولو اتفجرت الحاجات اللي هتتفجر فيها يدوبك السلم والإضاءة والشبابيك والبيبان. واهو كمان عشان صدقوني سيبتي ليفر ريدستون انفجار. ثانية واحدة، عشان هو انفجر كتير اوي. يعني المفروض ان كل ده مش بيفجر. انا بريها بالظبط علشان لو حد جاي يهجمني ما يحصلش اي حاجة. بلعب سيرفايفر مش هيحصل حاجة. اللي كده كفاية علشان يعني محطش كتير على الفاضي، لان انا لسه لما كله يتفجر كل السلالم هتتفجر. مش كلها لازم اعيد بنيها تاني من اول وجديد. ولا حاجة اتفجرت زي ما انت شايف، ولا حاجة ولا اي حته من القلعه اتفجرت غير الاضاءه نصها ومش كلها حتى، بس مش حاجه تانية.